مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وفقرتنا الثابته دايما في هذا الصباح صاحبه الجلاله وقراءه وتحليل لابرز اخبار الصحف الصادره صباح اليوم. بشرفنا في هذه الفقره الاستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريده الاهرام. صباح الخير يا صباح الخير، اهلا وسهلا. البدايه من جريده الاهرام وعنوان بيقول: خلال اجتماعه مع مجموعه من المرشحين للعمل كسفراء لمصر في الخارج، السيسي يقول: مستمرون في تثبيت دعائم الدوله والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه الجديده. يمكن المرشحين للعمل كسفراء مصر الخارج اكيد ليهم اهميه خاصه باعتبار ان هم بيمثلوا الدبلوماسيه الناعمه لمصر، وده جزء من اليات القوه الناعمه في مصر اللي دايما الدوله بتعمل على تثبيتها باعتبار انها احد ركائز تثبيت الدوله المصريه. تعليق حضرتك ايه على اهميه هذا الاجتماع وايضا تصريح الرئيس السيسي؟ اول تعليق اسمح لي اقوله لك انه دي من المرات القلائل، ربما تكون المره الاولى الذي يلتقي فيها رئيس الدولة بسفرائنا اللي حيمثلونا في الخارج اللي تم اختيارهم بالفعل. يبدو أنها لم تحدث قبل كده، أنا مش فاكر أنها حصلت قبل كده، لكن السفراء دول كانوا بيذهبوا إلى الوزارات يجلسوا مع الوزير عشان يعرفوا استراتيجية الوزارة ورؤية الوزير، عشان لما يشتغلوا بره ينقلوا هذه الأفكار والخطط اللي موجودة في الوزارات للخارج. هذه أول مرة يعقد الرئيس اجتماعا بالسفراء ويوجه لهم رسائل محددة، بيقول لهم إيه خطتنا وهنعمل إيه وبنعمل إيه، لأنه هم دول واجهة مصر الخارجية، دول اللي بيشتغلوا سياسة واقتصاد وطب وهندسة وكل ما يتعلق بالدولة المصرية، هو ممثل الدولة المصرية في البلد اللي رايح لها، وبالتالي لابد أن يبقى عارف وملم بكل ما يمكن الإلمام به عن أحوال الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكمان سياسيا طبعا، لأنه هو ده منصب سياسي في المقام الأول. هذه سنة حميدة. الرئيس يؤكد دائما على أن الدولة ماضية في خططها وفي مشروعاتها القومية الكبيرة، ويؤكد دائما على الخطوط الثابتة للعلاقات المصرية الخارجية، لأنه الذي يضع السياسة الخارجية هو رئيس الجمهورية بالتعاون مع وزير الخارجية والجهات الأخرى، وبالتالي هو بيوجه الرسائل للسفراء الجدد عشان يقول لهم يشتغلوا ازاي ويقولوا ايه وايه اهم الركائز اللي يستندوا عليها لما يقابلوا مسؤولين بره، وما هي الرسائل التي ينقلونها الى المسؤولين عندما يلتقون بهم والى المواطنين المصريين المقيمين في هذه الدول. تمام. طيب نروح لجريده الاخبار وعنوان بيقول: الوزراء يناقش المسوده النهائيه للائحه قانون الاستثمار الاسبوع المقبل، والوزير سحر نصر بتقول الحوافز والمشروعات الصغيره اهم البنود، وعرفات بيقول وزير النقل إحياء خط السكك حديد قنا أبو طرطور. نتكلم عن الجزء الأول من الخبر وهو قانون الاستثمار وأهميته في هذه الفترة. تمام. قانون ده قانون، عارف حضرتك لما أقوله أن اللحمة جملي ما بتستويش إلا بعد فترة، قانون ده بنتكلم فيه من مارس في شرم الشيخ من مارس 2015. تمام. القانون الحمد لله صدر وما زال عليه ملاحظات، المفروض ان اللائحه التنفيذيه لاي قانون تتلافى هذه الملاحظات، واللائحه التنفيذيه هي التي تحدد مسارات القانون. انا امبارح سمعت السيده سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي بتقول انه على نهايه الاسبوع ده اللائحه تكون انتهت وتعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم الاسبوع القادم ان شاء الله لاقرارها. عندما تقر اللائحه يبدأ العمل فعليا بقانون الاستثمار. ليس هناك رضا عام كشأننا جميعا يعني من مواد القانون، وأنا بعتقد أنه الملاحظات التي أبداها رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب والمصريين حول القانون هتؤخذ في الاعتبار في إعداد اللائحة، وبالتالي أرجو أن اللائحة التنفيذية تعالج كل ما أبداه رجال الأعمال والمستثمرين من ملاحظات.
تمام. طيب ما يتعلق بالخبر الخاص بالنقل وإحياء خط سكك حديد قنا أبو طرطور وتصريح وزير النقل في هذا الإطار. هو الخط ده للأسف اتسرق وأهمل، بس لازم يقولوا لنا هذا الخط الذي كان مرتبطا بمشروع فوسفات أبو طرطور حيحيا لمجرد إحيائه ولا حيحيا لإحياء المشروع؟ تمام. لازم يقولوا لنا إذا كان مجرد إحياء الخط يبقى دي استثمارات مهدرة، لكن لو هناك نية لإحياء مشروع أبو طرطور الذي صرف عليه مليارات وتحويل هذا الفوسفات إلى منتج يتم تصديره بأضعاف ثمن تصدير المنتج الخام، يبقى شيء رائع وعظيم، ونشكر السيد وزير النقل عليه. تمام. نروح لجريدة المصري اليوم وعنوان بيقول 3 وزراء و4 محافظات يناقشون تأسيس القابضة للنظافة. وزير التنمية المحلية يقول لا أجندة مسبقة. وزير قطاع الأعمال يقول مطلوب شراكة القطاع الخاص. وتصريح لوزير البيئة بيقول فيه نحتاج 1.2 مليار جنيه. يعني تعليق حضرتك أستاذ صبري على تأسيس شركة قابضة للنظافة في وقت بنشوف فيه الحقيقة يعني مشكلة في موضوع النظافة بشكل عام، والقمامة وإزاي يتم إعادة تدويرها ومخلفات الشوارع وغيره، وكان دايما لما يتم طرح حلول لهذا الموضوع بتبقى حلول مؤقتة مش حلول دائمة. أنا حزين علينا كلنا مواطنين وحكومة، لأنه بلد مش عارفة تحل مشكلة القمامة لسنوات طويلة والأفكار كتيرة جداً ولا تنفذ، وكأنها يعني احنا بنخترع العجلة من جديد. ما يشوفوا اي دولة متقدمة يا سيدي، بلاش دولة اوروبية، يشوفوا دولة عربية عملت ايه، حلت المشكلة ازاي، لانه هذه المشكلة القمامة ثروة، نحن نهدر هذه الثروة يوميا وبنرمي زبالة باضعاف اضعاف ما تحتمله كل القدرات الحكومية. لكن برضو الكسل وعدم المحاسبة والمراقبة الفعالة لأداء الموظفين والمسؤولين بيؤدي بنا إلى هذا الكم من الزبالة في كل شوارع مصر. يعني لا تستثنى منها شوارع اسكندرية اللي شافها الرئيس لوحده بالليل في الأسبوع قبل الماضي في لما خلص مؤتمر الشباب، ولا يستثنى منها القاهرة، ولا يستثنى منها أي محافظة. حضرتك للأسف الشديد مستوى النظافة سيء جدا في أغلب محافظات مصر. يعني مش عايز أقول 27 محافظة، لأنه في جهود تبذل على قدر الإمكانيات. أنت محتاج إمكانيات. تأسيس الشركات شيء جيد، لكن الهدف الأكبر هو كيف تحقق هذه الشركات الهدف من إنشائها. مش أعمل شركة وهيكل وأجيب شركة قبضة معناها شركات تابعة، والمفروض أن هعمل شركة قبضة زي القبضة للمياه الشرب والصرف الصحي، ويبقى تابعها شركات في المحافظات للقمامة، وأعمل هيكل رئيسي وأجيب موظفين وأجيب رئيس وأجيب أعضاء مجلس إدارة وأجيب عربيات وتليفونات ومكاتب ومقرات، وبعدين يبقى مستوى القمامة كما هو. لازم يكون هناك حل جذري، بدل ما أعمل إدارة عموم الزير جديدة المفروض أعمل دراسات حقيقية عشان أنهي هذه الأزمة التي تشوه صحة المصريين وتشوه جمال مصر وتشوه حبنا للجمال، وتعودنا نمشي آسف يعني في زبالة وقمامة ومجاري طفحة في كل المحافظات. تمام. نروح لجريدة الوطن، عنوان بيقول العدالة الاجتماعية تبحث مضاعفة الدعم للفئات المعدمة وحذف غير المستحقين. ومصادر باللجنة بتقول مقترح دعم بعض الشرائح إلى النصف، وندرس إمكانية طرح رغيف يناسب مختلف الفئات. يعني خبر بيتعلق بمضاعفة الدعم للفئات المعدمة وحذف غير المستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية. يعني تعليق حضرتك على أهمية هذا الخبر في هذا التوقيت، لأنه طبعا يعني في فئات الحقيقة بتعاني من ارتفاع الأسعار وغيره، والحكومة بتحاول أنها يعني تحل هذا الموضوع. أنا كان نفسي الحكومة بأي وزير فيها يستنى سنة الرئيس السيسي. الرئيس السيسي يفاجئك أنه بيروح يفتح مشروع اشتغل فيه دون أن نعرف، ودراساته جاهزة وتمويله جاهز ويشتغلوا فيه، وبعدين يروح يقولك طب تعالى أوريك
مشروع خلاص بقى على الأرض. هذا الكلام يوتر المواطنين، وهذا الكلام ليس سياسي، وهذا الكلام يلقي عبء على الرئيس ويلقي عبء على الحكومة. احنا يعني تخيل حضرتك حذف غير المستحقين بنتكلم فيه بقالنا سنوات، قبل هذا الوزير علي المصلحي وزراء اخرين كانوا لا هنشيل لا هنحط، طب هنشيل الكارت الذهبي بتاع الافراد، لا هنرجعه عشان الناس عملوا اعتراضات لانه فهموا غلط. يا جماعه الاول ادرسوا وحطوا دراساتكم وشوفوها قابله للتنفيذ ولا لا. يعني بعد منظومه الخبز التي اعلن عنها الجديده التي اعلن عن او تعديل منظومه الخبز الحاليه بمنظومه جديده اعلن عنها وزير التموين والتجاره الداخليه، دلوقتي اللجنه تدرس توفير رغيف عيش للي ما عندهمش بطاقات. طب المفروض ده يحصل قبل اعلان عن المنظومه. انا دلوقتي كمواطن ما عنديش بطاقه، انا شخصيا ما عنديش بطاقه تموين، هروح اشتري رغيف بجنيه او بجنيه وربع او ب 75 ما اعرفش هتحدد على اي اساس، وبعدين تقول لي انا بدرس منظومه عشان، طب ما كنت تدرسها مع منظومه تحرير سعر الدقيق، كنت تدرسها مع منظومه اللي انت هتطبقها، وبعدين اعلن حزمه التطبيقات مره واحده. يعني انا اروح اشتري دلوقتي الرغيف بجنيه وحضرتك لو ما عندكش بطاقه، وبعدين بعد فتره تقول لي انا درست وخليته لك ب 50 قرش. يعني هذا هو التخبط الذي نسير فيه. وده على فكره دراسه القرار فن، واعداد الدراسه فن مش علم بس، واعلانه فن، اعلانه لانه بيتحمل المواطن نتيجه الاعلان الخاطئ وعدم الدراسه الجاده وعدم التهيئه للمواطنين صدمه، بيحصل له صدمه فيتحمل هذه الصدمه او لا يتحملها، ده هو بقى قدرته. لكن النتيجه انه احنا بنصدم المواطن، كل المواطنين. بينما مثلا شيء غريب جدا انك بتتكلم على الرغيف بتاع المواطنين وسايب البنزين اللي بتاخده السفارات وبتاخده الناس الاغنياء بنفس السعر اللي انا باخد بيه. طب ما تشوف لك منظومه تحدد بيها ده. مش كده ولا ايه؟ يعني انت بتعمل اشياء تغضب، يعني الناس حاسه ان المواطنين العاديين هم الذين يدفعون ثمن الاصلاح، لابد ان يدفع القادرين ثمن الاصلاح قبل المواطنين العاديين. نعم. طيب ننتقل الى ملف اخر، ملف زراعي الحقيقه من جريده الاهرام، متبقيات المبيدات تهدد الصادرات الزراعيه. وخبير زراعي يقول الحظر انتقل من الدول الاوروبيه الى الدول الشقيقه، وشهاده المركزي للمبيدات المحدده للنسب الدوليه للمتبقيات معتمده من الخارج. يعني اذا دلوقتي احنا الخبر بيتكلم عن تهديد للصادرات الزراعيه، استخدام المبيدات واثره في التأثير على حجم الصادرات، وكمان انتقل من الدول الأوروبية لدول شقيقة. تعليق حضرتك إيه على هذه المشكلة وإزاي يمكن حلها؟ لازم يطلع حد مسؤول في وزارة الزراعة يقول لنا هل نسب المبيدات المستخدمة في الزراعة والخضار اللي احنا بناكله واللي احنا المفروض الاهتمام بصحة المصريين قبل التصدير. ليه؟ لأنه أنا لما بدي المواطن خضار أو فاكهة أو لحوم أو أي منتجات غذائية فيها سموم تمثل هذه المتبقيات جزء منها، أنا بضر صحته وبالتالي بضر قدرته على الإنتاج، وبالتالي بعالجه أكتر، بدفع فلوس في العلاج، في الفشل الكلوي، في الكبد، في كل الأمراض التي انتشرت كثيرا نتيجة تلوث البيئة وتلوث المياه وتلوث الأغذية. طيب ما أنا الأول أشوف ده لما يطلع المسؤول يقول لنا أنه 1-2-3 آمنة عشان 1-2-3، لا مش آمنة عشان 1-2-3، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة بدليل 1-2-3، ما يطلعش ينفي وخلاص، ما يطلعش يقول المتبقيات دي معتمدة دوليا. طب لما هي معتمدة دوليا والمقاييس دي معترف بيها دوليا، ليه الدول بترفض؟ لو شق سياسي، يعني احيانا يكون الحصار الاقتصادي على دوله يمثل التشكيك في منتجاتها التي تصدرها، وده ممكن، ويمثل ايضا رفض منتجات وصلتها لمجرد انه عايز يزنقك اقتصاديا، عايز يشوه سمعتك في منتجاتك، يشوه سمعة البلد في المنتجات بتاعتها، وبالتالي قد يكون ده قائم. لكن لازم حد يطلع يقول لنا
ولازم الرئيس يولي هذا الملف، ملف غذاء المصريين وملف صحة المصريين، أهمية زي المشروعات القومية العملاقة اللي بيوليها أهمية. تمام. طيب، من جريدة المصري اليوم: أزمة تسييس الحج، إصرار قطري وهجوم سعودي وتحذير إسلامي وتوفير ممر لطائرات الدوحة، والمملكة تستضيف 1000 مصري من أسر الشهداء. تعليق حضرتك إيه فندم؟ أولا أنا أشكر جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على هذا الشعور تجاه أبنائنا من أسر الشهداء الذين تقرر استضافتهم على نفقة السعودية. شيء طيب وجميل، وشيء يؤكد أن سحابة الصيف التي مرت بالعلاقات المصرية السعودية انقشعت وانتهت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بمناسبة أسر الشهداء، أنا امبارح حضرت في جامعة بنها الندوة التثقيفية الأولى التي تقيمها القوات المسلحة المصرية خارج نطاق معسكراتها وخارج نطاق نادي الجلاء اللي بتعمل فيه الندوة التثقيفية باستمرار كل شهر في جامعة بنها، بمبادرة من جامعة بنها أرسلت إلى وزارة الدفاع تطلب عمل هذه الندوة استجابة لدعوة الرئيس في أحد مؤتمرات الشباب، طلب فيها من القوات المسلحة أنها تخرج إلى المواطنين تقول لهم عن تضحيات الجنود والضباط الشهداء والمصابين. امبارح كانت الندوة حضرها رئيس مدير جمعية المحاربين القدماء، وحضرها قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري في مصر، وكانت القاعة ممتلئة، العيون تبكي عندما حكت زوجة أو أرملة شهيد عميد في سيناء هو عمل إيه واستشهد إزاي، وهي شايلة ولادها البنات الأربعة الصغيرين، أدمت القلوب. حكى مقدم ربنا اداله العمر أصيب، كيف أصيب وكيف نقل المصابين والذين استشهدوا من أرض المعركة في رفح. تمام. كان ده رائع جدا، خلى الولاد نفسهم يطالبوا بمثل هذه الندوات التثقيفية. وأنا عرفت أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي صدق على أن تكون هذه هي بداية الندوات في الجامعات المصرية. نعم. طيب، آخر خبر وفي دقيقة سريعا عشان الوقت: من جريدة الأخبار اليوم: بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، و 4000 جنيه لطن القمح و 500 جنيه للطحن، وعقوبات في انتظار المخالفين. تعليق حضرتك. نفس الكلام اللي قلنا، النهاردة هتبدأ المنظومة، لكن المنظومة أيضا غير مكتملة. زي منظومة الخبز اللي كانت موجودة كانت غير مكتملة، كان ينقصها الرقابة الحقيقية وينقصها المتابعة الحقيقية. الآن هذه المنظومة التي تلبي احتياجات أصحاب المخابز وتلبي احتياجات، أو على الأقل توفر قليلا من الدعم المهدر في هذه الصناعة، صناعة الخبز، لكن إذا ظلت الرقابة معدومة أو شبه معدومة والرقابة غائبة والمتابعة غائبة، يبقى المنظومة دي هتنضم لبقية المنظومات التي صدر بها قرارات وزارية وضغط بها على المواطنين ولم تحقق أهدافها. تمام. بنشكرك جدا أستاذ صبري الجندي، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، على رؤيتك التحليلية لأخبار صحافة النهاردة. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح. نروح لتعرف على آخر الأخبار مع زميلة شروت حمدي، وبعده زميلة منى الشايب وحوار جديد.